وزن استاذ الاستثمارية. استاذ أنا اليوم استاذ فلاح، استاذ فلاح أرجوك أبوس إيدك، نائبة بالبرلمان العراقي، خلي تولي الموازنات الاستثمارية. ماجدة التميمي طلعت 260 مليار دولار من الأموال كومشنات بأسعار وهمية في حكومات السيد المالكي، هذا في البرلمان العراقي. تعرف شنو 256 مليار كومشنات وعمولات بمشاريع وهمية على إيد الولد؟ ما قانون البنى التحتية اللي تقدم آنذاك في زمن السيد المالكي، هذا القانون لو مقرور بال 2011 وبذيك الدورة البرلمانية اللي يمكن الثانية، اي بالضبط الثانية، لو مقرور هذا القانون اعتقد هو نجاة لكل مشاكلنا الان اللي الان موجودة. والجميع يعلم من هو اللي عارض ومن وليش ما تم القانون وليش ما صار القانون، لأنه خافوا أنه يصير شعبية أو يصير تفرد للسيد المالكي بالسلطة وإلى ما شاكل ذلك. خلينا نتذكر لغرض أن نثبت الأشياء للتاريخ، لأنه ترى ذاكرة العراقيين قوية. يعني أنت عندما تختزل حكومة المالكي الثانية فيما إذا لو أقر قانون البنى التحتية لكانت قد اختلفت الأمور، وأنت تعرف الطلب لقانون البنى التحتية بعد مئات المليارات التي هربت وسرقت، وكيف سرق النفط طلبت البنى التحتية. وأحيلك إلى قضية أخرى، قانون المبادرة الزراعية إلى اليوم وين فلوسه؟ وش سوت؟ وش حققت؟ لماذا لا نكون أكثر إنصافا في محاكاة الواقع؟ وبالتالي التيار هو الذي وقف بوجه قانون البنى التحتية، فصاير كل من عدوك بال عينه مطلقا. مو بس التيار، لا أبدا، الجميع وقفت ضد قانون البنى التحتية، مو فقط التيار. لا أنا ما أقول لك بس التيار، لا، أنت ارجع إذا أكو أرشيف، ارجع إلى مجلس النواب وارجع إلى جلسات مجلس النواب وراح تشوف الحقيقة. ليش التيار كان عنده 30 نائب؟ ما كان عنده لا 60 نائب ولا 50 ولا 40، كانت النواب يعني عنده نواب بس مو ذاك المستوى العالي. ولكن أنت شوف منو اللي صدى لهذا القانون؟ أنا ما أبدا مطلقا ما أقول لك التيار هو اللي صدى. أسألك بضميرك، تجاوبني بصراحة. أنا ما اختزلت الحكومات أبدا، ما اختزلت، ولكن أنا انطيتك فد مثال بسيط على المشاريع الوطنية. أنا أعتقد هذا المشروع كان ما من العراق. العراق ما راح ينطي ولا دينار، راح ينطي نفط. يا أخي النفط إحنا اليوم كعراقيين، المواطن العراقي يقول أنا إيش مستفاد من عند النفط؟ هذا النفط يصدر ويروح ويجي، بس إحنا ما مستفادين من عنده. إحنا لو مستفادين من عنده مشاريع بنى تحتية، يعني اليوم أنا أتكلم لك في محافظة بابل، إحنا عندنا مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار يمكن 13% أكثر كل المحافظات تضرر. محافظة يا أستاذ فلاح، أنت تقول إنه هذا مشروعا وطنيا. نعم. أولا هذا لم يتحقق على الأرض، وبالتالي هو يعني عبارة عن مشروع لم يتحقق. لكن في حكومة السيد المالكي الموقرة من 2006 إلى 2014، كم من الأموال دخلت إلى العراق؟ وبالتالي نلجأ إلى البنى التحتية وهي عملية تبادل سلعي، أعطيك نفط وتسوي لي شارع وتسوي لي جسر وتسوي لي معمل. إيش قد الفلوس اللي دخلت؟ إيش كم ألف مليار دخل في ذلك الوقت؟ ماكو. أنا أتمنى عليك أستاذ نجم، خلي نكون دقيقين، هذا الموضوع موضوع أرقام، موضوع أرقام. أنا عندي موازنة تشغيلية وموازنة استثمارية. شوف موازنات العراق من 2003 ولحد هذه اللحظة، دائما الموازنة التشغيلية كبيرة جدا، كبيرة، تصل الموازنة التشغيلية إلى أكثر من 70% من الموازنة العامة الاتحادية للدولة. فبالتالي إيش راح يبقى عندك؟ راح يبقى عندك
ما يقارب 28 الى 29 هذه الموازنة الاستثمارية. أنا اليوم استاذ فلاح ارجوك ابوس ايدك نائبة بالبرلمان العراقي، خلي تولي الموازنات الاستثمارية. ماجدة التميمي طلعت 260 مليار دولار من الأموال كومشنات بأسعار وهمية في حكومات السيد المالكي، هذا في البرلمان العراقي. تعرف شنو 256 مليار كومشنات وعمولات بمشاريع وهمية على إيد الولد؟ أستاذ نجم نعم. كل اللي عنده وثائق وما يبرزها وما يقدمها للقضاء، أنا أعتقد هذا المفروض هو يتحاسب. خش. وإلا اليوم مو أنا أجي أتكلم فلان وفلان عنده فساد وعنده. يا أخي أنت عندك تقول أكو فساد أنا أقول لك أكو فساد، ولكن الفساد مغطى بالقانون. المشكلة أنه وين الغطاء مالته؟ الغطاء مالته القانون. ويا اللي يغطي بالقانون يا سيد فلاح، من اللي يغطي بالقانون؟ سيد هذا العامل قالها على الهواء، أثرنا على القضاء، ليش نقدر نروح نقول للقاضي وما يسويها؟ هذا اعتراف رسمي. خلينا أرجع للسيد العداي. والله أنا أعتقد الحسنة الوحيدة بالعراق هو اللي موجودة، هو موجود القضاء. فأتمنى أنه إحنا لا نرمي هذا على القضاء. القضاء لحد الآن جيد، والحسنة الوحيدة بالعراق هو القضاء. هذا الكلام يوجه إلى السيد هادي العامري، هو الذي قال به، فأنت عاتبه له سيد العداي.